السلام عليكم. خلينا نشرح فكرة هذا السؤال، نشرح ممكن نشرحه كامل، بس السؤال سهل. يعني زي ما بقول لكم، أي سؤال على conservation of energy هو سهل جدا. Spring has a constant K. It unstretches when the slider mass M at position B. Position B هيها. تمام. استنتج من هيك. إنه unstretched length هو الطول half. الطول half. وهذا شو هو؟ في القطر. يعني stretch length هو R. تمام؟ اللي the slider realize the firm rest in position A. يعني ال velocity end A zero. Determine its speed displaces the throw B and C to VB and VC. Is the normal force exerted by the guide on the slider in position C? Normal force عند C. بتجه ال friction هاتوا ايش؟ وطبق مبدأ حفظ الطاقة. يلا. مع بعض. V1 plus V2 plus V2. طبعا الحمد لله هي صعب حله، فبدي اعطيكم الفكره بس. V0 لانه ريلايزد فرام ريست، نص ام في 1 نص ام في 1 تربيع، فبالتالي 0. V1 في عندي V1 الاستيك، V1 جرافيتي. بس بدي احسب مين؟ في بي. باخذ الاي وبين البي. يلا V1 جرافيتي بس بدي اخذ الداتم هون. تمام. One gravity is zero. One elastic تساوي الجذر التربيعي أو هي نص كي إكس تربيع، طبعا نص كي إكس تربيع، حيث إكس تربيع إكس يعني هي شو بتساوي؟ اللي أنا شايفه اللي هو بالنسبة لـ A، بالنسبة لـ A وطول الوتر صح؟ ناقص الستريتش لينكث اللي قلت عنه هو عبارة عن يعني الجذر التربيعي R تربيع، هذا R تربيع ايش؟ ناقص R هي الاكس، يعني اثنين قصدي جذر الاثنين R ناقص R، جذر الاثنين R R. لاحظوا انه هون في جذر الاثنين بالموضوع، انتم ممكن الحل صح. تمام. ف تي 2 بده اياها نص ام في بي تربيع. تمام. V2 gravity يساوي سالب M في G في H في R. V2 elastic نص K X تربيع. ال X كم؟ اشتغلوا عند ال B في R. قديش الـ unstretched length؟ هو R. يعني زيرو، ما في V2 elastic. بطبق القوانين، المفروض لما أرتبهم مع بعض يطلع مع الناتج، يعني هون بدي أحكي نص ا في الجذر الاثنين ار ناقص ار تربيع مثلا، تمام، تساوي نص ام بي بي تربيع ناقص ام جي ار ناقص ام جي ام جي ار. المفروض نروح نرتب المعادله بلد في بي مع السوالف اللي فوق كلها، يعني مثل في سي بنفس الطريقة. بس شو اللي بيفرق عندي؟ اللي بيفرق عندي انه الفي 2 جرافيتي بتصير 2 ار، عشان هيك لاحظ انه هون عندك 4 ار 4 جي ار 2 جي ار، يعني ضعفها بس. والفي 2 الاستيك نفس الطريقة، ما هاي ار برضه هاي ار، في 2 الاستيك 0 1 الاستيك ما بيفرقش عندي، انا يعني ماخذ بين الاي والسي. النورمال فورس عند السي، شو بعمل هاي السي؟ نورمال فورس باخذ السلايدر زي ما هو، بحكي هذا كيتو ام في جي، عندي نورمال فورس بتساوي تسارع في تربيع على رو اي ار نصف القطر في اي اي سي، انا طلعتها من الفرع اللي قبل، ام جي اللي هي 7.81 في جي في ام، مع النورمال فورس، مع النورمال. يعطيكم العافية. يعني أنت لو حليته يدوي بدون ما توصل هذا القانون عندي صح.